حياة أو ممات، وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر. فاشهدوا فاشهدوا فاشهدوا، اشهدوا مشاهدي الكرام أننا في نهائي كأس أمم إفريقيا على أرض مصر، على أرض الفراعنة التي دخلناها آمنين سالمين، وسنخرج بإذن الله غانمين بعد هذه المباراة النهائية. اشهدوا أننا جئنا مصر بروح وقلب وعقل واحد من أجل هدف واحد. اشهدوا مشاهدي الأفاضل أننا بلغنا المباراة النهائية بفضل الجهود، بالدماء بالدموع وكذلك بالعرق، وجئنا كذلك وشغلنا هنا في القاهرة وفي مصر وفي كل بقاع الدنيا، شغلنا الورى وملأنا الدنا بشعر نرتله كالصلاة. اشهدوا أننا سنبذل الجهد كذلك في هذه المباراة من أجل إسعاد الجزائر وكل الذين تعاطفوا معنا في خلال هذه البطولة. هذه تشكيلة منتخب السنغال في هذه المباراة مشاهدي الأفاضل، بالتشكيلة المتوقعة من دون كاليدو كوليبالي بقيادة إدوار ميندي في حراسة المرمى، سيكون على الجهة اليمنى قاسما صبالي، على الجهة اليسرى كوياتي رفقة صليف صاني، في وسط الدفاع اندياي مع صيفت وإدريس جي، ساديو ماني، إسماعيل صار، ومباي نيونغ في التشكيلة الأساسية للمنتخب السنغالي. منتخب الجزائري في هذه المباراة يلعب اليوم كما هو معتاد برئيس وهاب مبولحي في حراسة المرمى. مهدي زفان سفيان. يقول حكم المباراة لصد، يبعد على الجهة اليمنى عن إسماعيل صار، عنده الكرة الآن إسماعيل مر، يا بغداد، أو خطأ من بغداد. يقول حكم المباراة على إسماعيل صار أمام حكم المباراة اليوم. آخر مرة يقول لك يا بغداد، آخر مرة يقول لك يا بغداد، شوف أننا نسينا الهدف. كرة بالرأس، حذري من صديو عيسى، ثم عدلان قديورة، وكرة يطلبها رياض، يطلبها رياض، يوسف ورياض، والدفاع بالأحرى المسها براسه، رجحها مباشرة لرئيس وهاب مبولحي. عيسى مندي عند الكرة الآن، يلعب لعدلان قديورة، عدلان قديورة يلعب لرياض، رياض مع زفان، احتفظوا بالكرة شوية، ترجع لزفان مرة ثانية، يرجع لعيسى مندي، عيسى مندي معاه جمال بالعلم، صاديو صاديو، والدفاع يخرجها رياض، هو اللي رجع وخرج هذه الكرة، ثم الانطلاقة من زفان، زفان يقترب منه سفيان، يبحث عن بغداد، كرته لم تمر راح التماس، شكرا يا رياض. صعب الحديث عن مستوى فني عالي هنا. خطأ يقول حكم المباراة مرة ثانية لصالح المنتخب السنغالي، مخالفات هذه تخوفنا، صعب يخرج رايس، عليكم الآن بالدفاع على هذه الكرة، والله في القائم الثاني من هنالك، الكرة تروح مباشرة للتماس لصالح السنغالي. ندفع وندفع، امسك ونمسك، شوف رامي بن سبعيني طبعا، عدلان قديورة تروح مباشرة ليوسف بليلي، يوسف بليلي يسمعت عن اسماعيل بن ناصر، والكرة في الدم لصالح لامين قصمة، ينفذ التماس، يبحث عن اسماعيل صار، رامي بن سبعيني في التغطية على مرتين، يتدخل ويخرجها للتماس، الحكم يقول للسنغال يا مهدي يا زفان الكرة البعيدة، خليها خليها خليها، راحت راحت مباشرة، ماني فعلها صديو ماني راح، ومعه ساديو ماني وبن ناصر، وفي خطأ يقول حكم المباراة، ساديو ماني وبن ناصر
انت لازم لك بالناصر يا ساديو ماني، لازم لك بالناصر يا ساديو ماني. شوف هذا العنيد وهذا الجيعان وهذا العطشان. حذري، تقنية الفار موجودة، الكرة في المخالفة حذرية. رئيس، عرفتها يا رئيس، عرفتها يا رئيس بأنه سيسددها مباشرة في اتجاهك. التغطية الجيدة للكرة من رئيس وهاب مبولحي، يتمكن ناصر يوسف بيلعبها في الوسط لسفيان، سفيان راح انطلق على جهة اليسرى يوسف واسماعيل، والتغطية الدفاعية والحكم يقول للجزائر. يا جمال خطأ في التقدير، يا سفيان، ما زالت الكرة سينيغالية وراحت للتماس، الكرة السينيغالية محاولة المرور، والتغطية الدفاعية رائعة من هنا يوش بأنه كاين تقنية الفار. ما زالت الكرة السينيغالية وصلت لينباي لينيانغ، رئيس وهاب مبولحي من هذه الكرة السينيغالية. يا 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 لصالح رئيس وهاب، خطيرة بينية، وسفيان فبول يخرجها مباشرة للتماس من هنالك. خرجت كثير يا جمال، خرجت كثير يا جمال. رياض 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 رياض، وخطأ. من امام بادون دياي، ضيعتها يا رياض، ضيعتها من امام يا سيد الحكم. الكره في المخالفه صعبه كثير للسينيغال. جمال يتفوق، جمال، وجمال يقاوم مازال، ورامي بن سبعين يخرجها ويخرجها ويخرج اللاعبين الجزائريين. معاناه كبيره، معاناه كبيره. جمال يدرك معنى هكذا حملات وهكذا ضغط وهكذا معاناه، ويعرف بانه هنا لازم الحكم يصفر نهايه الشوط حتى نتنفس. هاي الكره اللي لعبوها، نعرفوا لعبوها. هاي الكره يوسف يلعبها لاسماعيل، اسماعيل بن ناصر، قدم اسماعيل، راح راح يوسف. اسماعيل مازال يبحث عن سفيان، وصلت لبغداد، تسقط اسماعيل، راح بغداد وفي خطا يقول حكم المباراه. راح بغداد وخطا يقول حكم المباراه. بغداد شاهدته. توصل رياض على الجهه اليمنى، رياض في المراوغه، رياض، رامي مازال قصم مع رامي، قصم ورامي، يرجع للخلف لاسماعيل، صر، ورايح راح صديو يلعبها لصر نيونغ، وجمال يا سلام عليك. بغداد يلعبها لرياض، وصلت لسفيان، سفيان لرياض، يا 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 ساديو ماني. جمال بالعمري يرسل كرة بعيدة، بغداد جاي والكرة البعيدة، يا رامي بعيدة، يا رامي راحت 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 سهلة لي رئيس. قال لك العب ساديو ماني، عنده الكرة، رجع للخلف، سينيغالية الكرة، ورياض سفيان، وين رحت يا سفيان؟ والكرة لم تمر، ورياض اختفى وراح، ورياض اختفى. صيفت في رمي هذه الكرة في للأمام في اتجاه الرؤوس، كرة رئيس، صيفت وسلامات، راحت ضربة مرمى يقول حكم المباراة. يا له من حراك، ويا له من صراع، ويا له من شد ومد، ويا له من دفع واندفاع، ويا لها من مجهود بدني. صبالي مازال، صبالي أرضي، ساديو ماني، أولالا، يلعب من دون حذاء جمال، يخرجها بعيدة تماما من هنالك. إسماعيل بن ناصر، ما زالت سينيغالية، ويا ما زال الجزائري. جمال من دون حذاء، الكرة تروح لصبالي، صبالي محاصر وخطأ يقول حكم المباراة. خطيرة بين أحضان الحارس رئيس كير بنت يعتاد، 20 سنة يلعب في بروش، مباراة التاسعة مع منتخب بلاده بروش البلجيكي. رياض، هذا تقدير حكم المباراة وتقدير الفار. اليد كرة لمست يد عدلان، يروح يشوف تقنية الفار الحكم، يروح يشوف تقنية الفار. يا سيدي الحكم فوعة، والتوزيعة كانت قريبة، يعني مسدد الكرة قريب من شوف يده حط كم. يا سيدي الحكم، يا سيدي الحكم، يا سيدي الحكم، ما راحش يصفرها، ما راحش يصفرها، ما راحش يصفرها. العب العب العب، ما راحش يصفرها. العب العب، ما راحش يصفرها. العب العب، ما راحش يصفرها. هاي نقطة تحول المباراة. يلعب على يوسف بلايلي، كرة في العمق، حذري 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 حذري. بابا 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 بابا، راحت سلامات، راحت سلامات. هاتي الكرة، مش متعودين نخليو فراغات مثل هذه يخرج لنا مباين يونغ، مش متعودين. شوف وين خرج لك يا جمال ويا عيسى يماندي نيونغ، بعيدة بعيدة من يونغ. كرة كانت رائعة من لامين قصمة. Thank you.
فيه